جد حل x حيث لدينا x ناقص 8 تساوي x على 3 زائد سدس. الآن أول شيء أريد عمله هنا هو، ويوجد عدة طرق لعمل هذه المسألة، وما أريد عمله هو تبسيط الكسور. سوف أضرب كل شيء ضرب أصغر مضاعف مشترك بين مقام هذه الكسور، وهذا أساساً x على 1 وهذا 8 على 1، وهنا x على 3 ثم 1 على 6، والمضاعف المشترك الأصغر بين 1 و3 و6 هو 6. بالتالي إذا ضربت كل شيء ضرب 6 فما سوف يحدث هو أن نمسح هذه الكسور. إذن هذه هي الكسور التي سنبدأ بها، سوف نضربها ضرب 6، بالتالي تصبح 6x ناقص 6 ضرب سالب 8 أو 6 ضرب 8 يساوي 48، ونحن نطرحها هناك. ثم لدينا x على 3 ضرب 6، دعوني أكتبها هنا، فهذا سوف يصبح 6 ضرب x على 3 زائد 6 ضرب 1 على 6، أو نحصل على 6x ناقص 48 تساوي 6 ضرب شيء ما مقسوم على 3، هذا يساوي 6 تقسيم 3 ضرب ذلك الشيء، وهذا سوف يساوي زائد 2x زائد هنا 6 ضرب سدس أو 6 تقسيم 6 سوف تكون 1. بالتالي هذه الخطوة الأولى مسحت كل الكسور، والآن هذه أصبحت مسألة مباشرة مع كل المعاملات الصحيحة والأعداد الصحيحة على طرفي المعادلة. وما نريد عمله هو أن نعزل كل حدود x على أحد الأطراف أو الآخر، ويمكننا أن نعزلها كلها على الطرف الأيسر. إذا دعونا نطرح من الطرفين 2x، نريد أن نتخلص من هنا من هذه الـ 2x، لهذا السبب أنا أطرح الـ 2x. إذا دعونا نطرح من الطرفين 2x، ثم على الطرف الأيمن لدي 2x زائد 1 ناقص 2x، هذان يحذفان وهذا هو الهدف، بالتالي يبقى لدي هذا الواحد فقط هنا. على الطرف الأيسر لدي 6x ناقص 2x، حسناً هذا سوف يساوي 4x، فإذا كان لدي 6 من شيء ما ناقص 2 من نفس الشيء سيكون لدي 4 من ذلك الشيء ناقص 48، والآن يمكنني أريد أن أتخلص من هذه 48 على الطرف الأيسر، أريد فقط حدود x هنا، بالتالي دعوني أضيف 48 لكلا طرفي هذه المعادلة، سأعمل ذلك بلون مختلف، دعوني أضيف 48 لكلا طرفي هذه المعادلة. وعلى الطرف الأيسر 4x ناقص 48 زائد 48، هاتان تحذفان ويبقى لدي فقط 4x، وعلى الطرف الأيمن 1 زائد 48 سوف يكون 49، والآن لقد عزلت حدود x لكنها ما زالت مضروبة بأربعة، وحتى نجعلها 1 دعونا نضرب كلا الطرفين ضرب ربع، أو يمكنك أيضا القول دعونا نقسم كلا الطرفين على 4. كل شيء تعمله على أحد الأطراف عليك عمله على الآخر، بالتالي لديك ماذا لدينا هنا؟ 4x على 4 يساوي x، x تساوي 49 على 4، ذلك أكثر شيء يمكن تبسيطه لأن هذان 49 و4 ليس لديهما أي عامل مشترك. دعونا نتحقق من أن 49 على 4 هي الإجابة الصحيحة، دعونا نعوضها في المعادلة الأصلية، تذكر أن المعادلة الأصلية هي هذه بالأصفر هنا قبل أن نقوم بضربها، قبل أن نضربها ضرب 6، ولكن نظريا يجب أن نكون قادرين على تعويضها في أي من هذه الخطوات، وX يجب أن تحققها، دعونا نعوضها في المعادلة الأصلية، إذن لدينا X ناقص 8، إذن لدينا 49 على 4 ناقص 8 يجب أن تساوي 49 على 4، 49 على 4 على 3 زائد 1 على 6. إذن دعونا نرى ما يمكننا عمله هنا، ماذا يمكننا لنرى؟ يمكننا أن نضرب كما عملنا في السابق، يمكننا أن نضرب طرفي هذه المعادلة ضرب 6، هذا سوف يساعد على تبسيط الكسور هنا، بالتالي إذا ضربنا طرفي هذه المعادلة ضرب 6، إذا نريد أن نضرب كل شيء، كل شيء ضرب 6 على ماذا نحصل؟ على الطرف الأيسر 6 على 4 تساوي 3 على 2 صحيح؟ بالتالي سوف تكون 3 ضرب 49 على 2،
إذن 3 ضرب 49 على 2 ناقص 48 ناقص 48 سوف تساوي 6 مقسومة على 3 وهي 2، بالتالي ستكون 2 ضرب 49 على 4 وهي نفس الشيء ك 49 على 2، ثم 6 ضرب سدس تساوي موجب 1. ثم لنرى يمكننا، حسنا أنا فقط سوف أجد القيمة، يمكنني فقط، أنت تعلم، أن أطرح 49 على 2 من الطرفين وهذا سوف يبسط الأمور، لكن فقط دعوني أجد ما سوف تكون عليه قيمة هؤلاء. بالتالي 3 ضرب 49، 49 ضرب 3 يمكنك أن تفكر بها على أنها ستكون أقل بثلاثة من 50 ضرب 3، بالتالي ستكون 147، لكن فقط دعونا نضربها. 9 ضرب 3 تساوي 27، و 4 ضرب 3 تساوي 12، زائد 2 تساوي 14، إذن 147، بالتالي هذه 147 على 2. ثم دعونا نضع هذا على المقام 2، إذن 48 تساوي 96 على 2، صحيح؟ حيث أن 96 تقسيم 2 تساوي 48، فقد ضربت هذا بـ2، بالتالي هذه ناقص 96 على 2، يجب أن تساوي 49 على 2 زائد، وبدلا من أن تكون هذه 1، دعونا نكتبها كـ2 على 2، وماذا تساوي 147 ناقص 96؟ إذن 147 ناقص 100 ستكون، إذن 147 ناقص 100 سوف تكون 47، سوف نطرح 4 أخرى علاوة على ذلك، بالتالي سوف يكون لدينا، آسفة، سوف نطرح 4 أقل من 100، بالتالي ستكون 147 ناقص 96 ستكون 51، إذن 51 على 2 تساوي 49 زائد 2 تساوي 51 على 2، إذن كل شيء صحيح.